هذا وتناشد عائلة مداغ من ولاية بجاية ذوي القلوب الرخيمة معالجة ابنها المصاب بفقدان البصر منذ ولادته في ظل عوز العائلة. ميكروفون رابح صايش. الاولى كي يتولى راه انفقس واحد شهرين ثلاث شهور انفقس باللي كيتولى راه بس ني كوني انتزال في اللاس نويت البريمير فوا نويت لا كلينيك الجلفه وذاك لي كوبا بعدا كنت تونس 2018 انا ادي لاق تويم لترونجي كلينيك الاسبان يعني دوفي 23600 اورو برسك 500 مليون سيداني منا جمع هذاك شويه بعد 45 مليون مازال يتما 500 مليون مازال بعد شي طاح طلب زيكونا يثما يعني المعاونه وجزاكم الله خير. هذا الطفل لم يرى النور ويريد ان يرى والديه ويرى امه ويرى اباه، لعل ان شاء الله يعني القلوب الرحيمه ان تساهم حتى تجرى له عمليه جراحيه ناجحه ان شاء الله. اوجه نداء خاص لوزير الصحه لارساله الى الخارج وتكفل به حتى يعني يعود البصر لهذا الطفل إن شاء الله.